أكدت سعادة السيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية جاءت متوائمة مع متطلبات برنامج الحكومة للأعوام القادمة، وأن أهم ما يميز المرحلة الحالية هو الانتقال من تمكين المرأة إلى تقدمها. الاستراتيجية اللي تم تدشينها مؤخراً جاءت في توقيت كان مقصود، لأن دوريتها الاستراتيجية ذي هي نفسها دورية برنامج عمل الحكومة، ونعمل على تجديدها بشكل مقصود أيضا كل سنتين من أجل أن هي تتسق مع الموازنة العامة للدولة، أساس نتأكد أن فعلا برامج الخطة الاستراتيجية يتم ترجمتها بشكل منطقي وواقعي في برنامج عمل الحكومة. ذي الاستراتيجية يمكن من أهم ما يميزها، طبعا إحنا الخطة اليوم تعمل بشكل أساسي على توجه الإسهام في تحقيق الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال المرأة التي هي شريك جدير في التنمية الوطنية. فاليوم أهم ما يميز هذه الاستراتيجية في مرحلتها الأخيرة إن إحنا أنهينا ما يسمى بمرحلة تمكين المرأة من خلال الوسائل التقليدية.